إذن صباح الخير من جديد. اليوم بفقرة المواهب والإبداعات رح نشوف كيفية الرسم على الزجاج باستخدام ألوان مختلفة. رح نعرف أكثر بهذا الموضوع مع سندس ملكاوي. أهلا وسهلا فيك سندس. أهلا فيك حبيبتي، شكرا لدعوتكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. إذن أنت بترسمي على الزجاج زي ما احنا شايفين هون قدامنا زجاج. هم أكثر من شغلة. أنا برسم على صحن وكاسات أعراس ومنه كمان فنجين، إنه أكثر من شغلة مو بس مجز. حلو. طب ايش اللي بيميز شغلك بشكل عام بموضوع الرسم على الزجاج؟ يعني في كتير ناس برسم على الزجاج، ايش بيميزك؟ هلا انه الافكار، انه تنوع، انه مش على نفس الاشي، انه مثلا اي صوره اي كاريكاتير رح ارسمه، انه كتير في افكار، انه بنوع بالافكار مو نفس الاشي. حلو. منه الماج، انه اكثر من شغله. تمام. طيب امتى بلشتي بهذا المجال، يعني توجهتي لموضوع الرسم على الزجاج؟ اللي هلأ سنة أنا تقريبا. إلك سنة. بلشتي أول شيء بالرسم على الزجاج، ولا كنتي أنت عندك موهبة الرسم مثلا ترسمي على لوحات وبعديها تحول على الزجاج؟ لا هلأ، أنا من قبل وأنا بالمدرسة كانت عندي، إنه كتير كنت أحب أرسم، حتى لهلأ محتفظة فولدر إنه من أيام الرسم على المدرسة. بتحبي ترسمي؟ كتير. وليش خطرت عبالك فكرة الرسم على الزجاج بالتحديد؟ إنه فكرة جديدة. إنه غير. إنه حلو إنه إحنا دائما متعودين إنه الماج إنه نوديه على محل وبطبعه. هلأ فكرة جديدة إنه الرسم. أنت تصيري ترسمي صورتك. أي فكرة أنت ببالك إنه تحوليها على يدوي. كتير حلو. طب شو الألوان اللي بتستخدميها سندس؟ إحنا شايفين هون قدامنا الألوان، شو طبيعتها هاي الألوان؟ هلا ألوان زجاج، هلا في كتير أنواع، في منه البورسلان وفي منه البروح مع الماء. هلا كل حدا إيش بحب يستخدم بيستخدم. أنا كتير بحب الزجاج، ما بحب البورسلان. بتحبي ايش؟ الزجاج. هلا في نوعيه الزجاج. لا نوعيه الالوان، هلا في الوان سيراميك وفي منهم زجاج، كثير انواع وكل واحد حسب ايش بحس انه بحب بيستخدم. حلو، كثير حلو. طيب بدك ترسمي لنا اليوم انت رسمه على الفنجان اللي موجود معنا، وايش رح ترسمي؟ رح ابلش ان شاء الله ارسم لكم، هي خارطه الاردن، ان شاء الله تعجبكم. اوكي. شو اكثر الرسمات اللي بتحبي ترسميها سندس؟ هي كتير شغلات، ما في إشي محدد، بس أكتر إشي بحب أرسمه إنه صور شخصية، لأنه هيك كتير فيها إتقان. يعني مثلا لو إجت واحدة قالت لك أرسمي لي مثلا شكلي أو وجهي مثلا على الفنجان أو على الزجاج بشكل عام، تقدري ترسميه ولا أنت أشكالك الخاصة فيك بتستعيني فيها؟ أي صورة، أي صورة. هلأ أنا عاملة بيج على الفيسبوك اسمه ماج أندريشا، حتى كمان صار عندي صفحة على الانستغرام وفي إلها كتير متابعين، صار تقريباً إلي 4000 تقريباً متابع على الانستغرام. أوكي، تمام. طيب إذا أنا ما رح أزعجك كتير عشان أنت تقدري تركزي بالرسمة على راحتك. ماشي. أوكي. أوكي. يلا هيك تكوني مرتاحة. تسلمي. يلا. لا بس ما شاء الله، يعني كتير رسماتك حلوة، كتير عجبتني. من ذوقك. تسلمي. ان شاء الله تطلع حلوه، لانه هو كتير بده اتقان الشغل. انه انا كتير بقعد بالساعات عشان اطلع شغله حلوه. اوكي. بياخذ منك وقت كتير. كتير. بس اني بحب الشغله. طب قد ايه عم بيكون في طلب سندس على هذا الشغل؟ كتير الصراحه. كتير. حتى صار انه اعدي عن دراستي لاني كتير بحب هاي الشغله. فصرت اكثر بلا دراستي. لا من سنين يعني ما بزبط. لا يعني هو بس لانه هلا سنه ثانيه جامعه. سنه ثانيه. حلو. ايش عم تدرسي؟ كانت تدرسي إدارة مخاطر وتأمين. حلو. أوكي. طب إيش بتحبي إنه مثلاً هذا يكون مجال عملك، ولا خلص أنت هذا بالنسبة إليك موهبة عم تعملي هيك إشي يعني جانبي؟ لا هلأ هو صار جانب عملي، مو بس موهبة، صرت إنه بس شفت شغلة. الناس عم بيطلبوه. حلو. طبعا. هلأ مفكرة إنه إن شاء الله لقدام أصير أطلع على بازارات. بس إنه ما بقدر إنه هلأ عشان الجامعة مش طبعا. كتير إنه حلو. البازارات بتساعد بشكل كتير كبير. صح. حلو. اشوف هذا، حبيته انا هذا. هذا رسم صورة شخصية طلب. You don't know how much I love you. هذا لكل متابعينا بنقول لكم اياها. هيها بس هاي من دون هاي. هلا انا جبت لكم هدية معي.
اللي هو صحن دنيا. يعني عم تحكي للشوكولاتة، احنا بنحكي لكل اللي بنحبهم. في نوع شوكولاتة هون بتقول له you don't know how much I love you. انا خبيتها هي هي ورجيهم. اوكي وهون هي هون كمان هاي الصورة كثير حلوة. مبدعة صراحة سندوس، كثير حلو هذا الشكل. يعني ست طلبت منك صح؟ اها بعثت لي صورتها وانا رسمتها على المج. اوكي حلو. هو كثير هلا الصراحة فيه افكار انه لكل المناسبات. يعني في اكثر من فكرة هلا، ممكن انه هاي تبعتيها هدية انه تعبيها شوكولاتة، وكمان انه ممكن تحطي معها كاندي، كثير بيطلع شيء حلو. ودائما الناس هلا بتحب الاشياء اللي الغريبة خاصة فيهم كمان. يعني اللي فيها خصوصية واشياء الهاند ميد بتحسيها لها قيمة، بس تهديها لحدا مو مثل بس انه يكون جاهز، تكون انت تعبانة فيها ومشتغل عليها بيكون كتير احسن 100%. طب قد ايه عم بتحسي انه هذا مثلا شغل في كتير منافسين إلك بهذا المجال؟ كتير الصراحة كتير. بس هلا كل حدا بيتميز بإشي. طب كيف بتفكري مثلا انك تكبري بمجالك سندس؟ يعني مثلا بتفكري انه تتوسعي اكثر من الرسم على الزجاج؟ لا هلا هي انا حبيتها هاي الشغله، فانه بتوسع بنفس الفكره مش نوع فكره ثانيه. اوكي حلو. ممكن يصير في لك مثلا رسومات خاصه فيكي صح تسجليها لك. مفكره بهذا الشيء ان شاء الله. كمان مفكره انه مثلا اي ماج واي صحن انه احط عليه ميد ان جوردن حتى نبين لبرا انه احنا عندنا مواهب بالاردن. حلو. محلات مثلا سوفينيرز الهدايا ممكن انك تصيري تتعاملي معاهم ان شاء الله. اي واحد بحب الشغله اللي بيسويها اكيد رح يبدع فيها. اكيد هو اهم شيء يكون الواحد حاب. طيب هلا قولي لي، هلا هاي الالوان اللي انت حاطتيها بتنشف بسرعه سندوس؟ لا ما بتنشف، بدها وقت، بدها 8 ساعات تقريبا. 8 ساعات نضلنا تركينها قبل ما تنشف. اوكي كثير لازم ننتبه لانه اذا بطب علينا خلص. بس تعرفي في متعه الرسم على زجاج كثير. يعني برضه اللي بحبوا الرسم احنا عم نتوسع هلا. هو بيسلي كمان، هو صح بياخد وقت بس بيطلع معك نتيجه كثير حلوه. هلا هيك عبينا اللون الاسود، انا رح ارسم الخارطه وجواتها العلا. بس هو بده وقت يعني اكيد عشان يطلع الشغل مثل ما بدنا. اوكي رح ترجعي تحددي ولا خلص التحديد؟ خلص لا خلص بس رسم. هلا في انه للتحديد في شيء اسمه جلتر وبيجي باكثر من لون. في جلتر اللي هو اللميع. صح. بس انا بحب استخدم الفرشاي اكثر، ما بحب الجلتر. هلا صفحتي على الفيسبوك اللي بحب يشوفها اسمها ماج اند ريشا. ماج اند ريشا بالانجليزي. بالانجليزي. بالعربي ماج وريشا. ماج وريشا. ماج ميم جيم. ام يو جيم. لا بالعربي. بالعربي ماج، بس انا مو كاتبتها بالعربي. مو كاتبتيها بالعربي. بس انا بحكي لهم انها يعني ماج بالانجليزي وريشه بالعربي ولا؟ اوكي اذا ماج وريشه. ماج وريشه. تمام. كيف رح تغمقي اللون هيك بضل؟ لا بترجع هو انه على فترات. اكثر من مره بدك اكثر من طبقه. تمام. انا حبيت الورود الزرق، مش شايفه الوجه بس هذا حبيت كمان رسمه صوره على الصح. حلوه، بحب الازرق. صح كثير حلو. كثير حلو. هي الحلو انه انت بتقدري تدخلي الوان تناسقيهم، هي بدها انت اذا تميزتي انه تناسقي باكثر من لون. صح طبعا. هيك تقريبا انا قربت اخلص. بس انه خربت لانه الالوان مو مشكله، سهل عادي، مش مشكله بسيطة. يعني احنا وصلتنا الفكرة. تقريبا هو هاد خارطة الأردن ورسمت جواتها علام. بس رح أغمق نجمة. الأحمر. عملتي النجمة. عملتي النجمة. اوكي. بلاش ما ننسى النجمة. لا أهم إشي. عملنا النجمة. اوكي اذا هون احنا بس عم نغمق الالوان. كم من طبقه رح تحطي من اللون هلا؟ هو انا لازم اتركها تنشف عشان يطلع معي احلى.
هلا اول طبقه بتحطيها بتنشف بترجعي بتحطي كمان طبقه؟ لا حسب اللون، هلا الاحمر بدك اكثر من طبقه، مثلا الاسود بس نستنى لتنشف. بستنى لتنشف. اوكي تمام خلص. اذا هون وضحت الصوره، احنا لانه وقت ما خلصت بس تمام. اكيد حلوه، وزي ما حكينا بالنسبه للون لما نشوفه فاتح نرجع بنعيد عليه كمان مره. كثير حلو شغلك سندس، احنا بنتمنى لك كل التوفيق وسعيدين انه موجودين معك. طبعا كل الاشخاص اللي حابين انه يعملوا شيء لهم خصوصي على الازاز رسم بتقدروا تتواصلوا مع سندس زي ما حكينا صفحتها على الفيسبوك مج بالانجليزي وريشه بالعربي. سندس بنتشكرك ويعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك.